السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق وأحب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليك يا صاحب لواء الحمد، صلى الله عليك يا أفضل رسل الله، صلى الله عليك يا صاحب الشفاعة العظمى، صلى الله عليك يا من ينهل من خيرك وبركتك أعداؤك كما ينهل من خيرك وبركتك أحبابك، صلى الله عليك يا من ينهل من خيرك وبركتك أعداؤك الذين يسبونك ويؤذونك كما ينهل منها أحبابك، وذلك حين الشفاعة العظمى، حين تذهب الخلائق كلها إلى آدم ليشفع عند الله عز وجل، فلا يقبل ولا يستطيع، فيذهبون إلى نوح فما يستطيع، فيذهبون إلى موسى فما يستطيع، فيذهبون إلى عيسى فيرد ذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيشفع، ليبدأ الله عز وجل فصل القضاء. شفيع الخلائق، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام، تناجي العلي الرؤوف الودود، وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود بين الخلائق يوم الزحام. فيقبل ربي منك الرجاء، ويبدأ يوم الحساب القضاء، فإما نعيم بنور الرضاء، وإما شقاء بنار الظلام. صلى الله عليك يا حبيب قلبي يا رسول الله. أحبابي في الله، هل حقا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحب المصطفى حقا؟ أنا لا أريد من أحد أن يجيب الآن إلا بعد أن أذكر لحضراتكم بعض المحبين، نماذج من اللي حبوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين صدقوا في حبهم لرسول الله، لنرى كيف يكون الحب. شوف نماذج حبة النبي، فطبقت حب النبي عملا واقعا، وبعد كده نجاوب على هذا السؤال، إحنا فعلا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حبنا في مشاكل؟ الحب موجود داخل قلوبنا جميعا، بس هل الحب ده انت راضي عنه؟ راضي عن مستوى حبك للنبي؟ راضي عن مستوى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة دي أنا مش عايزها دلوقتي خالص، أنا هذكر بس نماذج حبة النبي عليه الصلاة والسلام، حاجات كده على وجه السرعة، حاجات سريعة جدا جدا، لأن الحلقة دي فيها جزئية غاية في الأهمية، اللي هي إزاي ننصر حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي
نستفيد من الواقع المرير المؤلم اللي كل شوية بيتكرر، كل شوية بيتكرر، ما بيخلصش أبدا. وبعدين في حاجات بنسمع بيها وحاجات ما بنسمعش بيها، في حاجات بتعمل ضجة عالمية وفي حاجات بتمر كده مرور. والوقفة التي الوقفة التي وقفها المسلمون في هذا الوقت وقفة كبيرة جدا جدا، يعني ما حصل مثلها من قبل. عايزين نوظف الحدث توظيف صحيح، عايزين نريد أن نستغل الموقف استغلال بناء، زي ما هبين إن شاء الله في الجانب الأعظم من حلقتي هذا اليوم. إنما قبل ما عايز الإجابة على السؤال، لكن قبل الإجابة عايز أقول لحضراتكم إزاي الناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا موقن يقين جازم إن في ناس دلوقتي عايشين يحبون النبي حبا الله عز وجل وحده أعلم بمداه، ومش بالضرورة يكونوا مشاهير. وفي ناس مشاهير دعاة أكابر صادقون حقيقة ألمس فيهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألمس حب بالغ. إنما اللي بحبوا النبي أكتر من كده بكتير. شوفوا حبايبي في الله نماذج حبة النبي عليه الصلاة والسلام. أطفال صغار، معاذ بن عمرو بن الجموح في معركة من المعارك يروح لعبد الرحمن ابن عوف يقول له يا عم دلني على أبي جهل، فيبص له ويقول له وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ يقول له إيه؟ يقول له سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني جسمي جسمه حتى يموت الأعجل منا. تخيلوا طفل سمع أن النبي بيتشتم فبيقول والله ما سيبه أبدا حتى يموت الأعجل منا. طب والأعجل مين؟ الأعجل طفل ولا رجل عملاق قوي؟ هو كده، هكذا يكون. أنت حضرتك يا مسلم ويا مسلمة مش عارفين اللي انتوا فيه، مش عارفين النعمة اللي انتوا فيها، مش عارفين الخير اللي انتوا فيه، مش عارفين قوتكم الحقيقية. المسلم حتى لو بنيانه ضعيف قوته بالله عز وجل، قوته بالعقيدة قمة قمة. الإسلام يحول منك عملاق عملاق. المسلمون كانوا يدخلون المعارك عددهم قليل جدا جدا بالنسبة لعدد الكفار، وينصرهم الله عز وجل. احنا أقوياء بالله، أقوياء بالله، أقوياء بعقيدتنا، أقوياء بحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، أقوياء بإيماننا بمبادئنا، أقوياء بإيماننا بالله واليوم الآخر. طفل يجي يقول للنبي عليه، يقول لعمرو عبد الرحمن بن عوف سمعت أنه يسب رسول الله ولقد عاهدت الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. وشوية ويجي واحد تاني معاذ ابن عفراء يقول له نفس الكلمة، الله ايه ده ايه ده، انتوا مين انتوا، وانتوا اللي عايزين تقتلوا ابو جهل فرعون هذه الأمة. وشوية ويقول لهم هذا صاحبكم اللذان تسألان عنه فينقض عليه كالصقرين فيقتلاه. ده يديله طعنة كده والتاني طعنة كده، وقع على الأرض سايح في دمه، ويقفز على صدر عبد الله بن مسعود ويمسك سيفه سيف أبي جهل ويقطع رقبة أبو جهل. عبد الله بن مسعود بيقول سمعت أنه يسب رسول الله وأنا مش هسيبه، مش هسيبه، بيسب النبي مش هسيبه أبدا. أجل أحبابي في الله، شايفين شايفين الحب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دي حالة حرب وحالة معركة، الأمور دي عادية. وأنا أوقن يقين دي مسألة مستقرة، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله بقول أو فعل يقتل، يقتل. ولكن حتى تكون المسألة، حتى لا تكون المسألة همجية وتكون منضبطة، يقتله ولاة الأمر والحكام. إنما ده حكم الشرعي، المسألة مش هزار، ده النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن أقول الإساءة دي مش للنبي ولا تطال النبي عليه الصلاة والسلام، الإساءة دي موجهة لنا إحنا. ايوه موجهه لنا احنا، احنا اللي بنتهان، احنا اللي بنتشتم، احنا اللي بنؤذى، مش النبي عليه الصلاه والسلام. لن يستطيع احد ان يطال رسول الله بسوء صلى الله عليه وسلم. انما لو فيه رجال،
لو فيه ناس حمات عقيدة بجد ما كانش حد جرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة فينا، الناس دي بتستهزأ بينا احنا، الناس دي بتسخر مننا احنا، الناس دي مش شايفين حد يصدهم، حد يوقفهم عند حدهم. وهبين الكلام ده ازاي بإذن الله عز وجل بعد قليل. أجل أحبابي، هكذا يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد وقدم الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يقتلونه، وكان حول النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجل منهم طلحة بن عبيد الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني اليوم وله الجنة؟ فيقوم طلحة فيقول: أنا يا رسول الله. فيقول: اجلس يا طلحة. فيقوم رجل آخر ثم يقتل الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس الكلمة: من يردهم عني اليوم وله الجنة. فيقوم طلحة فيقول: اجلس. فيقوم آخر فيقاتل حتى يقتل، فني الإحدى عشرة وقام طلحة وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحساس طلحة إيه إن هو بيقاتل؟ لو قتل النبي هيقتل عليه الصلاة والسلام. أخذ طلحة يقاتل قتال أشد من الحداشر اللي قبله مجتمعين مجتمعين. قطعت أصابع طلحة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ما يقتل طلحة، قبل أن يقتل، طار الصحابة ليحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل طلحة طبعا، لكن كاد أن يقتل. قطعت أصابع طلحة وصارت يده يد شلاء. تخيل حضرتك بعد كده لما كان يبص لإيده الشلاء وإيده التانية، أيهما أحب إليه؟ إيده الشلاء، لأنها اللي صابها ده كان فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نرى حتى النساء يا أختنا في الله، حتى النساء كنا يحمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسيبة بنت كعب تخرج زوجها وأبنائها وهي حول النبي عليه الصلاة والسلام يحمون رسول الله، مع إن دي امرأة. انتوا يا مسلمون، يا أيها الناس أجمعون، انتوا مفكرين المرأة المسلمة دي شوية؟ مفكرين المرأة المسلمة دي شوية؟ ده من الممكن أن تتحول المرأة المسلمة إلى عملاق؟ نسيبة بنت كعب في ميدان المعركة، مين اللي يعمل كده؟ كأشد ما يقاتل الرجال، واقفة بالدافع عن حبيب قلبها النبي عليه الصلاة والسلام، كتقول بلسان حالها، مش كلمة بتتقال. احنا كلنا اي حد يقدر يقول دلوقتي: نحري دون نحرك يا رسول الله. انما هي عملت ذلك: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفت تقاتل عن رسول الله، تحمي رسول الله بروحها بدمها بجسمها، بتحمي النبي عليه الصلاة والسلام، تتلقى الطعنات والضربات وتحمي النبي عليه الصلاة والسلام. أجل أحبابي، الصحابة الكرام ضربوا مثلا عاليا من حب النبي عليه الصلاة والسلام. الحب بذل وتضحية. سعد بن الربيع وهو يجود بروح في معركة أحد، وكان سعد بن الربيع مقرب للنبي جدا. ويا أيها الأثرياء، يا أيها الأغنياء، سعد بن الربيع كان أكثر الأنصار مالا. يعني لو جينا ناخدها نسبة كده وتناسب، ملياردير زماننا، مالتي ملياردير، مقرب جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، مقرب جدا من رسول الله، لدرجة ان النبي أسر إليه ببعض الأسرار في معركة أحد ما يقولهاش لغيره. ولما انتهت المعركة النبي قعد يسأل حد يروح يلتمس سعد بن الربيع في الأحياء هو أم في الأموات، فمن وجده فليقرئه السلام. فذهب رجل فوجده في آخر رمق، سعد بن الربيع رضي الله عنه في آخر رمق، فقال له: يا سعد كيف تجدك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فيقول له: وعلى رسول الله السلام، وعليك يا أخي السلام، أجدني بخير والحمد لله مقبل على لقاء ربي. بلغ قومي الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. الكلمة دي يا رجال، يا شباب، يا شيبان، يا أخواتي، يا بنات المسلمين، يا جميعا، أنا عايز أتخيل إن أنس إن
إن سعد بن الربيع بيقولها لي وبيقولها لكم جميعا: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يتجرأ الأوغاد، يتجرأ هؤلاء القلة فعلا، قلة ناس دون، يتجرأ على سيد البشر صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف ونحن أحياء؟ الخلل فينا احنا. أنا عايز أقول لحضراتكم أقولها وكل ألم، الخلل فينا احنا، المشكلة فينا احنا. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ومن النماذج اللي حبت النبي، عشان أوفر وقتي للوقفات العملية إزاي ننصر النبي كلام عملي، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصيدة جميلة هقولها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا كده حضراتكم. والقصيدة دي يعني قل ذاكرها، عايزكم تسمعوها وتحاولوا تفهموا الروح، الجو اللي فيها. أول كام بيت ممكن يكونوا يعني مش ما يكونوش واضحين شوية، يعني اللغة قوية شوية فيها، إنها بعد كده هيتضح المعنى. الجو النفسي، حب النبي عليه الصلاة والسلام، الألم لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، تعديد الخير اللي كان للأمة بوجود الوحي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حسان ابن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد، واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما ورحمة، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الأثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم
مات فيه محمد؟ وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد؟ تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد. إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا، عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود. وإنا بأمر لم يقوموا بحمله، فمن عنده تيسير ما يتشدد. فبينما هم في نعمة الله بينهم، دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا، عطوف عليهم لا يثني جناحه، إلى كنف يحنو عليهم ويمهد. فبينهم في ذلك النور إذ غدا، إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا، يبكيه جفن المرسلات ويحمد. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها، لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، قفارا سوى معمورة اللحد ضافها، فقيد يبكيه بلاط وغرقد. ومسجده فالموحشات لفقده، خلاء له فيه مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد. فبكي رسول الله يا عين عبرة، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي، لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود. رباه وليدا فاستتم تمامه، على أكرم الخيرات رب ممجد. تناهت وصات المسلمين بكفه، تناهت وصات المسلمين بكفه، فإن العلم محبوس ولا الرأي يفند. أقول ولا يلفي لقولي غائب من الناس إلا عازب العقل مبعد. وليس هوائي نازعا عن ثنائه، لعلي به في جنة الخلد أخلد.
مع المصطفى أرجو به، أرجو بذاك جواره، وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. حبيبي يا رسول الله، هذا طرف من حال الذين أحبوا النبي، فهل نحن راضون عن مستوى حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبابي في الله، ينبغي أن نقف وقفة، كيف ننتصر للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فاصل وأعود إليكم بإذن الله تعالى. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر. رب العالمين انصر نبي محمد. الكون السلام من إمام المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود من إمام المرسلين. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، والسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول. والفرحة جائزة كبرى، عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا. حبيب قلبي يا رسول الله، أحبابي في الله، دايما أنا موقن وحضراتكم كمان مصدقين بذلك، إن الحب مش كلمة، لا يمكن أبدا أن يكون الحب كلمة تقال، الحب عمل، الحب سلوك، الحب طاعة، الحب اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين نقعد قعدة هادية نحل فيها القضية دي، تركيزي دلوقتي ازاي نستثمر الحدث. المصيبة وقعت،
اللي بيحصل وقفات، احتجاجات، تظاهرات، الخلل اللي بيحصل فيها ده كلام لا يرضي الله عز وجل. بتحرق ليه في منشآت بلدك؟ تحرق ليه عربية لأخوك؟ تحرق ليه في ممتلكاتك؟ هو أخوك أذاك في حاجة؟ هو بلدك ضرتك في حاجة؟ اللي عمل المشكلة دي واحد مر البلد خالص، دي تصرفات هوجاء، تصرفات لا ترضي الله عز وجل. اللي أنا عايز أقوله، أنا مش عايز يا أحبابي طاقتنا وحميتنا وزعلنا من الموقف ده يستنفذ في الوقفات ونروح ونقعد ساكتين والمسألة تمر وما خدناش الخطوط الإيجابية. ده مش تصرف العقلاء. تصرف العقلاء حضرتك تقف ماشي ما فيش مشكلة، إنما لابد من حاجات عملية، واقع، واقع يتغير. نستثمر الحدث. حبايبي في الله، المشكلة دي مش أول مرة، المشكلة دي تكررت مرات قبل كده كتير جدا، والناس بتسخن وتزعل وتعمل حاجات وبعدين شوية وتنام تاني، تيجي خبطة تانية نصحى شوية وننام تاني. لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ اللي بحب النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحلول الحاسمة، الحلول اللي هي فعلا القضية دي هتنتهي. أنا ممكن يقين جازم قضية دي هتنتهي، وكل لسان يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرس بإذن الله عز وجل، ولكن متى؟ القضية كلها إمتى؟ الدين ده سيعلو، سيمكن له، بس القضية إمتى؟ وعلى دين مين؟ إزاي ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ في حاجة على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الحكومات، وحاجة مهمة أنا هقولها من قبيل إن أنا خايف أنساها، هبدأ بيها، اللي هي أحبابي في الله، المجتمع الدولي نظرته لينا للمسلمين والشرق الأوسط بالذات زي ما بيسموه، نظرته لينا أنتوا ده الركن بتاعكم اقعدوا فيه ساكتين، إنما إن إحنا يبقى لنا تأثير على العالم، إن إحنا يكون لنا رهبة عند دول عشان يعملوا حسابنا ويعني يحترمونا، الكلام ده مش موجود. فمن الحلول القوية جدا جدا النهضة العلمية، العلوم النظرية التجريبية في الطب والهندسة والصيدلة والعلوم الفيزياء وكل العلوم، نهضة علمية قوية وبناء اقتصاد قوي جدا جدا لا نعتمد على الغرب في شيء، ده يوصلنا ان احنا نحترم ويكون لنا تواجد على الساحة الدولية، تواجد مؤثر، يبقى لنا هيبة وقوة. ده جانب مهم انا قلته عشان ما انساهوش، انما انا هقسم الحلول على مستويات. على مستوى الفرد، انا عايز اخاطب الفرد اولا، الفرد ده اهم حاجة، لان فرد واخر واخر بنكون دولة، بنكون مجتمع. المجتمع لما الفرد يصلح هيبقى يبنى مجتمع قوي اساسه سليم، مجتمع متين. اول حاجة الى اخي المسلم واخت المسلمة، اولا رقم واحد التوبة الصادقة والرجوع الى الله. تقول لي دي هي التوبة والرجوع الى الله عز وجل، دي حل المشكلة؟ تحل المشكلة؟ اجل تحل المشكلة. هو تجرأ هؤلاء علينا الا بذنوبنا؟ اجل بذنوبنا ومعاصينا، فتوبة شاملة من جميع الافراد، ده رقم واحد. اثنين، اعادة النظر في تحقيقك لشروط لا اله الا الله. هو مش كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، شروط محمد رسول الله، محمد رسول الله دي مش لها شروط؟ هو اي حد يقولها كده خلاص المسألة بقى الناس زي بعضهم؟ لا، ده لها شروط، لها شروط كما يدرسها طلبة العلم في العقيدة، بس مفروض المسلمين كلهم يكونوا عارفينها، اللي هي طاعة النبي في كل ما أمر. المفروض منك عشان تكون مقبولة ان يكون عندك استعداد انك تطيع النبي في كل حاجة، طاعة النبي في كل ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر،
وتصديق النبي في كل ما أخبر، ومحبة النبي دون غلو أو إطراء. يبقى طاعة، تصديق، انتهاء عما نهى عنه، محبة. نراجع الشروط دي كلها. ثالثا، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه النصح لرسول الله؟ إحنا عندنا حديث الدين النصيحة، يعني اللي عنده دين بيقوم بالنصيحة. الدين النصيحة يعني إيه كلمة النصيحة؟ النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. طيب تعالوا، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إرادة الخير لرسول الله صلى الله عليه، تكون إزاي؟ بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بنشر محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنشر خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحبيب الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، بتعريف الدنيا كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنت كفرد عليك دور، ما تقولش المسؤول عن دي الدعاء، ما تقولش عن المسؤول عن دي العلماء، لا يا أخي في الله، لا يا أختي في الله، أنت ليك صاحب تكلمه عن النبي، ليك صاحب أختي في الله تكلموا بعضكم عن النبي، تحببوا بعضكم في النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون لك دور كفرد. النصيحة لرسول الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ده أمر من ربنا لينا جميعا. أربعة من واجبات الفرد عشان نحل المشكلة، تعويد اللسان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ عرفتوا نفسكم؟ من أول الحلقة ذكرت اسم النبي كم مرة صلى الله عليه وسلم؟ طيب صليت يا من تسمعني على النبي كم مرة؟ في كل مرة بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صليت كم مرة؟ احنا عايزين نغير دي عندنا، تلقائيا كل ما نسمع اسم النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ان في ناس صالحة بتقعد كده لحظات من غير ما حد يكلمها في أي حاجة، تقعد تصلي على رسول الله لوحدها، وانت بيذكر اسم النبي قدامك وما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم، بتحبه صل عليه صلى الله عليه وسلم. خمسة، انت كفرد دراسة سيرة النبي لازم تقرأ. طب واحد ما عندوش همة في القراءة او ما بيعرفش يقرأ حتى، يسمع. تسمع ايه؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تسمع او تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، موجودة، موجودة، اللي عايش شرايط موجودة على الانترنت لمشايخ أكابر أجلاء، الكتب موجودة، سيرة الرحيق المختوم، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ستة، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم السنة، تعرف هدي النبي في اللبس وفي خلع الملابس، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المسجد، الخروج من المسجد، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجة. في كتاب مصنف في الهدي اللي هو زاد المعاد لابن القيم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي كان بيعمل إيه في كل موقف. سبعة، الاتباع المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في المستحبات. يا جماعة مش هنبطل بقى نقول ده دي حاجة مستحبة، دي حاجة سنة مش مهمة، سنة يعني تعملها حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك محب لنبي عليه الصلاة والسلام. ازاي تسيب المستحبات؟ ده ربنا بيحبها المستحبات، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تمانية، الفرح الشديد بظهور سنة من سنة النبي، كل سنة تظهر. لما تلاقي ما شاء الله نساء المسلمين ما شاء الله بدأ ينتشر بينهم الحجاب تفرح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله كتائب الشباب اللي بتلتزم بهدي النبي كتير جدا تفرح، كل سنة تظهر تفرح بيها، فرح عظيم جدا جدا. تسعة، بغض كل منتقد وكل ساخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرهه وتدعي عليه، تدعي عليه، ده أكبر موجب، أكبر. هل تعلمون أن العلماء يقولون أن من سب رسول الله يقتل دون أن يستتب، دون أن يستتب؟ اللي بيقتل من غير ما يستتب دول إيه؟ يعني اللي جريمتهم كبيرة جدا جدا جدا،
يبقى معنى الذنب ده ذنب عظيم، ذنب عظيم جدا جدا. هو انت مش عارف قدر النبي ولا ايه؟ احنا مش عارفين مين هو النبي عليه الصلاة والسلام، مين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يعرف قدر النبي الا الذي خلقه. النبي مقامه عالي يا اخواني يا احبابي، مقامه رفيع جدا جدا جدا. ايضا عشرة، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. حب آل بيت النبي ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 11، حب الصحابة. الصحابة دول الرجال اللي تربوا على دين النبي، اللي تعلموا الهدي كده واقع وسلوك، ونقلوا إلينا، نقلوا إلينا هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا مستغرب والله إزاي مسلم، إزاي مسلم لا يتردى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي نقدر نستغنى عن السنة؟ إحنا كنا نعرف إزاي حاجة عن النبي من غير طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ 12، حب العلماء. حب العلماء، تحب كده فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ جد الحق، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، تحب العلماء. أنا عايز أقول لحضراتكم، على قد حبك للعلماء على قد حبك للنبي، على قد حبك لربنا، على قد حبك للنبي على قد حبك لربنا. أختي في الله، حب العلماء، حب العلماء دول ليه؟ ده هم اللي عرفونا. والله بالأمس سمعت كده شوية من حلقة الشيخ محمد يعقوب في على قناة الرحمة بالأمس، والله العظيم شعرت بسعادة غامرة. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. كم من إنسان اهتدى على يد الشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد حسان، والله العظيم رأينا كتائب دعاء اهتدى على أيدي هذين النيرين القمرين بالذات، وغيرهم الكتير بفضل الله عز وجل من علمائنا ومشايخنا الأكابر. بس دول يعني لحضرين سريعا، والهدف مش التعديد. حب العلماء، حب لأنهم ورثت الأنبياء، ورثت النبي محمد، دول اللي بيوصلوا ميراث النبوة للأمة، دول اللي بيوصلوا هادي النبي للأمة، دول اللي عرفونا حب النبي وحب ربنا. بارك الله في علمائنا. 13، الفرد المسلم، سخر قلمك في تحبيب الناس في النبي عليه الصلاة والسلام. يا كل صاحب قلم، يا كل صحفي، يا كل كاتب، يا كل إنسان، سخر قلمك في تحبيب الناس في النبي، في تعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب مقال، انشرها في جريدة، انشرها في مواقع، انشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، فيسبوك وتويتر والحاجات دي كلها. اكتب، انشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب مقالات مترجمة وانشرها في العالم كله، الإيميلز، المواقع الأجنبية بالذات، سخر قلمك. 14، سخر مالك للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. انت كفرد اشتري سيديهات وانشرها، اشتري مطويات ووزعها، اعمل اي حاجة، ساهم في اي عمل، في اي عمل تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نشر هدي النبي، في تحبيب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. 15، ودي يعني قلتها ضمنا، اعداد مقالات باللغات الاجنبية، لغات العالم كله. انت عندك يا أخي، أنت بتتقن اللغة الإنجليزية، ترجم، قول يا ناس هاتوا لي مقالات وترجم وتواصل، التواصل عبر أنا عايز صيحة، عايزين صرخة أقوى من كده. ناس عندك قدرة إنك تترجم، ترجم مقالات للفرنسية، للإنجليزية، للألمانية، لأي لغة من لغات، للأردية، لأي لغة، أي لغة، لغات العالم كله، اوصلوا للناس كلها، مقالات توصل لكل الارض. في ناس كتير قوي مش عارفه النبي عليه الصلاه والسلام، وكل مقاله، ان كنت مثلا انا في حلقه من هذه الحلقات، التاثير ممكن يكون على المسلمين اصلا،
أو الناطقين باللغة العربية واللي بيفهموا لغة عربية حتى من غير المسلمين لو سمعوا دي مساحة التأثير. فالتأثير بتاع حلقتنا وشغلنا في القنوات اللي باللغة العربية التأثير بيكون إن الناس بتقرب من ربنا شوية بتقرب. إنما لما يكون مقالة بلغات العالم المقالة اللي بتكتبها الناس بتيجي من الكفر للإسلام. إن كان الناس بتقرب بدروسنا فالمقالات باللغات الناس بتعرف ربنا أصلا بتؤمن بالله بهذه المقالات. فاجتهدوا يا أحبابي اجتهدوا ولا تحتقر من المعروف شيئا. ده على مستوى الفرد في كل المجالات. وأنا أدعو رب أن ربنا يبارك في الوقت على مستوى الأسرة. على مستوى الأسرة يا كل أب ويا كل أم أنا كنت بكلمكم من شوية أنكم أفراد إنما دلوقتي بكلم على مستوى الأسرة مسؤولية البيت. اتصال. طيب أخت أم محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك الحلقة بنقول اسمها كيف ننصر رسول الله. اسمح لي أرد على حرق القرآن الكريم وعلى الإساءة لرسول الله بالفيلم المسيء. لا طب أستأذن حضرتك أستأذن حضرتك. نعم. لو عندك فكرة إزاي ننصر النبي. أيوة أنا عندي إن شاء الله. عشان بس الوقت وباختصار. أيوة. أنصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإثبات ودليل على أن سيدنا عيسى ليس إبنا لله. موجود في الآية 59 من سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. الدليل لحضرتك موجود نجده في إجابة ثلاث أسئلة يسألهم الإنسان لنفسه. إذا كانت حواء خلقت من ضلع آدم فمما خلق عيسى من مريم؟ وإن كانت مريم لم يمسسها بشر ولم تكن بغية كيف حملت عيسى عليه السلام؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى قد اصطفى مريم أن تكون أما لعيسى دون زواج؟ السؤال الثالث هجاوب أول حاجة والإجابة موجودة في ثلاث آيات متتالية من سورة آل عمران وهي آية 35 و36 و37 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهي زوجة نبي من بيت صلاح تعلم أنها يجب أن تفي بنذرها إذا نذرت وما كانش على أيامهم في كفارة نذر وكفارة شاميل. ثم عطف الله الآية 36 على آية 35 بحرف الفاء والفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بمواضعك وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني عنزلك بها وذريتها من شيطان رجيم. هي نذرتها للعبادة في الآية الأولى ثم في الآية الأخرى دعت لله سبحانه وتعالى فعقب الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا. لم يعقب الله سبحانه وتعالى بعد آية من الأرض مباشرة ليشير لنا أنه قد تقبل مريم نذرا فقط ولكن قد عطف ورتب عليه الدعاء ليشير لنا أنه قد تقبل مريم نذرا ودعاء. فبالرغم من أنها سوف تظل عابدة إلا أن الله سوف يعطيها الذرية. جزاك الله. إلا أن الله سوف يعطيها الذرية. فكان ذلك بسبب دعوة أمها المستجابة أي ما حدث لها استجابة دعوة أمه أكثر من دعوة أم كريك العابد. فقد يعبد الله عابد طيلة حياته ولو دعت أمه عليه بالفحشاء. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. الحاجة سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. أعظم نصرة وأعظم اعتذار نقدمه لنبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم هو أن نبدأ من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. نبدأ بتلقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى نهيئها لاستقبال أعظم ما وجد على وجه المعمورة كتاب الله والسنة الصحيحة. نبدأ في زمن أصبحنا فيه وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي. نبدأ في إرساء وتأسيس عقيدة راسخة قوية متينة فالأساس المتين يتحمل الكثير في وقت قصرت فيه الفتن والصعوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم فك أصلنا من سجن الدنيا إلى نعيم الجنة واجعلنا من الناظرين لوجهك الكريم فما دونها هين وإن كانت الجنة وما فيها برحمتك وكرمك وفضلك لا بأعمالنا. فوالله لو بلغت أعمالنا الطيبة عنان السماء فلن ندخلها إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأذكر ونسيت أن أذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم استغرق 13 عاما لتنقية القلوب وتصفيتها من الشوائب
وأقول على استحياء والله أعلم أننا نحتاج إلى 500 عام لهذا الأمر إلا من رحم ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أدعو الله عز وجل أن نصل لمستوى يشار إلينا بالبنان إعجابا نتيجة اتباعنا للحبيب في كل شيء وعلى قدر المستطاع وإخلاص النية لله وحده لا شريك له. وأقول ندافع بقوة، ندافع بقوة لكن بأدب، أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أدبه به رب فكان خلقه القرآن. جزاك الله خيرا يا حاجة سناء، الله يبارك فيك يا رب. ومعليش يعني ربنا يبارك فيك، مداخلتك سريعة جدا بس الوقت معنا قليل شوية. الكلام اللي بتقوله كلام غاية في الروعة، اللي هو الـ الاهتمام بالأساس والتربية العقدية، والكلام إن شاء الله لسه جاي يعني لأن أنا أتكلم على مستوى الفرد، مستوى الأسرة، مستوى القطاع التعليمي، مستوى العلماء والأئمة، مستوى الإعلام، مستوى الحكومات والقانونيين، يعني حاجات على أصعدة كثيرة جدا جدا. يعني كل الكلام ده إن شاء الله هيدخل في أثناء الحديث، إنما طبعا يعني الحلقة مستحيل تسع الكلام ده كله، فأنا هتكلم على قد ما أقدر وإن شاء الله يعني نكمل بقى في اللقاء المقبل إن شاء الله. فأنا بقول على مستوى الأسرة حاجة غاية في الأهمية. أنتوا فاكرين يا أحبابي في الله رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير؟ جولدا مائير كان من تعليماتها القوية جدا جدا، واللي كانت بتنفذ بطريقة يعني قوية جدا، استهداف الأطفال. ليه استهداف الأطفال؟ لأن الأطفال دول هم اللي حملت الإسلام بعد كده، حملت القضية بعد كده. يعني 5 سنين 10 سنين هيبقى دول الشباب اللي بيقاتلوا، استهداف الأطفال. فأنا بقول مهم جدا جدا إن إحنا نهتم بالأطفال، دي مهمة قوية جدا اهتمامنا بالأطفال ده. عشان كده يعني أنا عن نفسي شخصيا المدرسين اللي أنا فاكرهم مدرسين ابتدائي، مدرسين إعدادي مش قوي، ثانوي مش قوي، دكاترة الجامعة مش قوي، إنما اللي أنا فاكرهم محفورين في ذاكرتي شكلهم لسه فاكره مدرسين ابتدائي، مع إن ده من سنوات كثيرة. تخيلوا حضراتكم السن ده، سن الطفولة ده سن غاية في الخطورة. فأنا بقول لكل أب وكل أم عليكم دور، بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين تنصروا النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم واجبات تجاه أبنائكم. أنا عايز نهتم إن إحنا نكون الأسرة التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحب دينها، تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة تربية الأبناء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين يا أحبابي كل ما يذكر اسم النبي في البيت كل البيت يصلي على النبي. علم طفلك الصغير الرضيع سن 3 سنين أول ما ينطق إزاي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل البيت يصلي على رسول الله، كل البيت يحب النبي عليه الصلاة والسلام. تحب النبي وتعلموا أبنائكم إزاي يحبوا النبي، وتحكوا لهم قصص اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام. تخصيص دروس أسبوعية لتعليم السيرة وتعليم هدي النبي والأذكار وكتب تقرأوا فيها تعلمهم. وأنا أنصح من الكتب الحقيقة، عشان أختم إن شاء الله أكمل الأسبوع الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، أن الموضوع غاية في الأهمية، كتاب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسالة المحمدية نور أضاء على العالم، الرسالة المحمدية نور أضاء على العالم، كتاب بسيط وسهل وجميل للدكتور جمال عبد الرحمن، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. الحقيقة كتاب غاية في الإمتاع، يستفيد منه الكبير والصغير. حبيبي في الله هكمل إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. والوقت دايما كده مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بيعد بسرعة. وأنا عايز أقول حاجة، شعور حاجة حاسسها والله العظيم، كل حاجة بيكون فيها النبي بتجمل صلى الله عليه وسلم، حتى اللي بيغني أغنية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينشد نشيد إسلامي يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيبقى جميل. كل كلام عن النبي ربنا بيحليه، لأن ربنا بيحب النبي حب لا يستطيع لنا ولا أنتم
يعرف مداه ويعرف آخره إن شاء الله. نكمل في الحلقة المقبلة ويعني لانتهاء الوقت. أستودعكم الله تبارك وتعالى مصليا ومسلما على حبيب قلبي محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.